أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن عملية تطوير وتدريب الكادر الإداري والبشري في مجلس النواب يعتبر أولوية لدى الأمانة العامة للمجلس. جاء ذلك خلال افتتاح معاليها اليوم لمركز البحرين للتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب، حيث يهدف هذا المركز إلى العمل على رفع المستوى الخبراتي والمعرفي للموظفين والسعي لتطوير مهاراتهم في ممارسة العمل البرلماني عن طريق تقديم سلسلة من الدورات والبرامج والأنشطة التدريبية في مجال العمل البرلماني والتشريعي والمساهمة في تنمية قدرات موظفي ومنتسبي الأمانة العامة للقيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية بطريقة أفضل وأكثر كفاءة. هذا ويعتبر مركز البحرين للتدريب البرلماني هو بمثابة نقلة نوعية للعملية التدريبية والتطويرية التي يشهدها المجلس بشكل عام والتدريب البرلماني والتشريعي بشكل خاص. احنا نتطلع بهذا المركز ان يكون مركز لا يخدم فقط موظفي الأمانة والنواب في مملكة البحرين فقط، لكن نتطلع أن يكون مركز تدريبي لجميع الأمانات في الدول الخليجية والدول العربية وأيضا للسلطات التشريعية في الخليج وفي الوطن العربي. أنا سعيد اليوم سمعت الرقم، يعني اليوم احنا حققنا تقريبا 80 دورة تم عملها في هذا المركز، سواء للدورات لموظفي الأمانة أو لأصحاب الساعدة النواب. لله الحمد اليوم يعني في الفترة السابقة يعني أكثر من يعني أو حوالي 80 دورة قامها المركز، واستفاد منها أكثر من 500 مشترك في الدورات، وهذا حقيقة يعني بداية طيبة. نرجو إن شاء الله أن يكون للمركز دور كبير في دعم ومساندة أصحاب السعادة النواب في كل ما يعني يقدمونه، ثم أن الموظفين أيضا لهم نصيب في هذا المركز.